هذا سائل يقول: يوجد ضريح بجوار قبلة المسجد، وعندما جدد هذا المسجد فصل القبر عن المسجد بجدار بينه وبين القبر، وهذا الجدار هو شيء بسيط لا يستطيع إنسان المرور منه، يقول: هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الجدار ما يكفي، إذا كان الجدار بين القبر وبين المسجد هذا الجدار لا يكفي، لابد يكون بينه ممر ولا أرض بيضاء، ما يكفي الجدار فقط. نعم.